السلام عليكم، مرحبا بكم عندي فيديو جديد على القناة. اليوم ان شاء الله غنخدم معكم هاد الدريز ديال البريوة او الدرس المغلف بجوج الوان كما كتلاحظوا معايا، على توب ديال الكشمير، جلبة ديال البرد ان شاء الله بالراندة. هنايا الحرير عنبرمو على 4 ديال الشعرات كما كتلاحظوا معايا، حيت التوب غليظ خصو الخيط يكون شوية غليظ. هنا الحرير عندي مبروم على 4 ديال الشعرات كما سبق لي وقلت لكم، التوب ديال الكشمير غليظ خصنا نخدموه بالخيط يكون غليظ. هنايا كما سبق لي وقلت لكم الحرير مبروم على 4 ديال الشعرات. اذا بسم الله نبداو على بركه الله. هنايا نثبت الخيط ديالي في التوب بحال هذا الشكل، هذا جينا العوين هذه دائره ونثبت فيها الخيط بحال هذا الشكل، هذا نجي حتى هنايا غنعمل غرزه على هذا الشكل. هذا العوينه اللي تشكلتني هنايا كندور عليها الخيط جوج مرات، واحد جوج بحال هذا الشكل. هذا تبس عليها الخيط بحال هيدا، نفس الشيء غنعملو هنايا الدرس المغلف او الدرس ديال البريوه. كاينه بزاف ديال الدروس عملت لكم فيهم، ولكن هذا التوب ديال البرد عملته على 4 الشعرات وقلت نشاركو معاكم. اذا كما تشوفوا معايا نفس الطريقه، هو من اسهل الدروس هذا الدرس ديال البريوه او الدرس المغلف، وكيجي رائع على جليلبت. كما بامكانكم تخدموه على هنايا، انا كنعملو على جوج، يمكنكم تعملوا الدرس تكبروه قداش ما بغيتوا على 3 ولا على 4، ولكن هو كيجي صغير كيجي رائع وكيجي راقي. هنايا غنغلف في هذا الطريس ديالي جوج دورات، 3 وهذه 4 كما كتلاحظوا معايا. ثم الشكل ديالو كيفاش كيجي، كيجي رائع. هنايا نستمر بنفس الطريقه، غنعمل درس واحد اخر. انا يعني نكمل بنفس الطريقه دريس اخر حتى نكمل 4 ديال الدريسات. حنايا كما سبق لي قلت لكم عملت 4 في اللون ديال التوب و 4 ديغرادي ديالو، نفس الشيء اللي غنخدم في الخدمه اللي غنعمل التطبيق ديالها معكم ان شاء الله. غنخدمو بجوج الوان، اذا نخليكم مع الفيديو باش تفهموا الطريقه اكثر، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. نحاول نبطئ الفيديو باش يستفدوا البنات اللي عاد مبتدئات، وخليكم مع الفيديو ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.